إن التطرق من خلال أشغال هذا الملتقى للإنجازات والمكتسبات الهامة التي حققها الصندوق والمتمثلة في التحول الرقمي الذي يشهده على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخاصة من حيث الخدمات التي يقدمها لمرتفقيه، لا يمكن أن يخلو من الوقوف على بعض النقائص المحتملة والتي سوف نحرص على تداركها في أقرب الأجال. ولعل حضور السيد الوزير وإشرافه على هذا الملتقى ليعد فرصة ثمينة لنا ولكافة المشاركين الفاعلين لإجراء تقييم نوعي لما نقدمه وتلقي توجيهات سديدة من شأنها أن تدفع الوكالات المحلية بالخصوص باعتبارها الواجهة الأولى للصندوق تجاه المرتفقين إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.